إدلب مدينة كفر تخاريم 18/1/2012 جرائم بالشار الأسد، جرائم عصابات الأسد، يقومون بتفجير السيارات وتفجير المنازل. أين الجامعة العربية؟ أين الضمير العربي؟ أين الضمير العربي؟ الله أكبر عليك يا بشار، الله أكبر عليك يا بشار. هذا آثار التفجير الذي يقوم به عصابات الأسد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عليك يا بشار، الله أكبر عليك يا بشار. إطلاق نار عنيف على مدينة كفر تخاريم. كفر تخاريم تشهد حالة قصف عنيف، قصف بالمدفعية على المنازل وعلى السيارات وعلى الشوارع. الله أكبر عليك يا بشار.